حياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلسلة أكبر الخسائر اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى، وعشان هيك بطلب منكم تشتركوا فيها. يوفنتوس أنجح فرق إيطاليا في البطولات المحلية، السيطرة المطلقة في بطولات الدوري والكأس، لكن مثل أي فريق بالدنيا بتمر عليه أيام صعبة حتى في بلاده، ولو كان هو المتسيد العام لتلك البطولات. ومن سوء حظ يوفنتوس انه خسارته الاكبر امام جاره التقليدي وخصمه تورينو، وهذه الخسارة جاءت بنتيجة 8 مقابل لا شيء موسم 1912-1913. هذه الخسارة ما زالت حتى اليوم هي اكبر خسارة ليوفنتوس في ملعبه، وهي ايضا اكبر خسارة ليوفنتوس في كافة البطولات. وعشان تصير هالخسارة اغرب واغرب بالنسبة للناس، فانه حتى لقاء الاياب انتهى بنتيجة 8-6، وفي نفس السنة للعلم تلقى يوفنتوس ثاني أكبر خسارة في تاريخه، وكانت مع ميلان 8-1. وواضح جدا أنه عام 1912 ما كان أبدا عام يوفنتوس. أما أكبر خسارة ليوفنتوس في أوروبا فإجت في أول مشاركة أوروبية له، كان الموضوع في دوري الأبطال 59-60. يوفنتوس سقط 7 مقابل لا شيء مع فريق نمساوي اسمه فينر ليخرج من الأتوار التمهيدية، علما أنه كان اليوفي قد فاز بالذهاب 3-1. أما في نظام دوري الأبطال بنظامه الحديث فأكبر خسارة ذاقها يوفنتوس كانت 4-1، اتكررت مرتين أمام بايرن ميونخ في عام 2009 خلال دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2009-2010، وسقط يوفي في ملعبه، وقتها كان مدرب بايرن لويس فانجال، وكانت تلك المباراة مباراة قد تؤدي إلى إقالته، لكنه تأهل وسحق اليوفي وألحق بهم هزيمة تاريخية ووصل نهائي البطولة في ذلك الموسم. بعد ذلك اليوفي وقتها اتقدم بهدف لتريزيجيه، لكن حارس بايرن المختص بركلة الجزاء هانز بوت سجل التعادل، وبعدها بلش الانهيار. طبعا 4-1 تكررت مرة ثانية أمام ريال مدريد في نهائي كارديف الشهير اللي تفوق فيه ريال مدريد بشكل ساحق في المباراة النهائية، وكان كريستيانو رونالدو نجم ذلك اللقاء، وما زالت تعتبر أكبر خسارة ليوفنتوس في مباراة نهائية. نوصل هون لنهاية حلقة أكبر الخسائر واللي توقفنا فيها مع اليوفي، واللي إجتكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفي سبورت على يوتيوب، اللي بدعوكم تشتركوا فيها الآن. والسلام عليكم ورحمة الله.